السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة موضوعنا مختلف، يعني مش هنتكلم على السمسمية، لكن هنتكلم على حاجة يعني تخص التراث العربي. وهبدأ بمقولة العمايم تيجان العرب، أو العمائم تيجان العرب. هتكلم عن العمامة أو العمة أو الغبانة زي ما بيقولوا في الحجاز. طبعا يعني العمامة والعمة والغبانة دي موروث عربي معروف من زمان، يعني ما نقدرش نحدد تاريخ لبداية لبس العمامة، لكن العرب اختصوا بيها، وكان في منها أشكال وألوان وليها لفات يعني مختلفة ومتعددة، واحنا ما نقدرش نحصرها. لكن اللي نقدر نقوله ان العربي من زمان وهو بيعتز بالعمامة، ويعتبر جزء من الملبس بتاعه. طبعا في منها زي ما قلنا ألوان كثيرة وأشكال كثيرة، ويمكن أشهرهم العمامة البيضة زي اللي لابسها دي اللي هي الأحمدية. طبعا هجرات العرب عشان ينشروا الإسلام خلت شعوب كثيرة من الشعوب اللي انتشر فيها الإسلام واستقر فيها العرب كمان هم لبسوا العمامة. يعني العرب انتقلوا من الجزيرة العربية لنشر الإسلام، وكمان نشروا معاهم بعض العادات والتقاليد والآداب الخاصة بيهم، وكمان الزي الخاص بيهم، وأبرز حاجة كانت العمامة. طبعا في مصر العمامة معروفة ومشهورة، وفي الصعيد بتتلبس وفي وجه بحري. ويمكن في مصر المشهور العمامة البيضة، وكمان العمامة يعني بتميز الشخص، يعني انت تقدر تعرف مكانة الشخص الاجتماعية في المجتمع من خلال العمامة اللي لابسها، او هو جاي منين، او وظيفته ايه. لان يعني كانت مثلا العمامة البيضة دي كانت خاصة بأهل العلم، وكان ليها لفة معينة كده، وبيسيبوا حاجة اسمها زوابة، بتبقى من يعني من الكتفين، او بتبقى من نازلة كده على الكتف. وكان أهل المهن ليهم برضو عمامة معينة خاصة بيهم، والعمد ليهم عمامة. كمان المناطق، يعني مثلا في صعيد مصر هنلاقي مثلا جنة ليهم لفة معينة في العمامة، سوهاج، النوبة ليهم برضو شكل مميز في لبس العمامة. كل الحاجات دي بتميز الشخص، او تخليك تعرف الشخص ده منين، او وظيفته ايه، او مهنته ايه. فكمان اهل البحر ارتبطوا بلبس العمامة، يعني بالاضافة للمحزم، او زي ما بيسموها في الحجاز الفوطة والفلنة، كانوا بيلبس العمامة، وهي غالبا كانت بتبقى عمامة بيضة وفيها خطوط متقاطعة كده باللون الأسود أو الأزرق. كمان زي ما قلنا العمامة في الحجاز اسمها الغبانة، ودي بتيجي من سوريا أو من العراق، ودي بتطرز يدوي، يعني دي حاجة زي كده بالشكل ده. ده التطريز فيها بيكون يدوي، مختلفة عن العمايم اللي في صعيد مصر. يعني زي ما قلنا في الصعيد مثلا أو في مصر بتبقى العمامة البيضة دي عمامة بتبقى مطرزة وليها ألوان متعددة. كمان أهل في حوض البحر الأحمر أهل الفنون البحرية والينبعاء والطرب وكده ليهم برضو عمامة مميزة بيحبوا يلبسوها، اللي هي برضو الغبانة، اللي هي تميز بيها واختص بيها أهل مكة وأجزاء كبيرة من الحجاز، يعني بيلبسوها ده برضو. وفي الحمرة دي برضو أحيانا أهل المهن في مصر بيلبسوها في البحر الأحمر، يعني برضو مشهورة ومعروفة ومميزة حاجة زي كده.
احنا كنا عملنا، كنت انا عملت فيديو رفعته على القناة قبل كده، اللي هو ازاي تلف وتلبس العمامة او الغبانة. دي اسمها غبانة رشوان من بغدادي، دي مطرزة كل التطريز اللي فيها باليد، شغل يدوي. ده بالنسبة للعمايم. وزي ما انا قلت، العرب لما راحوا وانتقلوا خارج الجزيرة العربية خدوا معاهم العمامة، وفي أجزاء كبيرة من المدن اللي هم راحوها، وحتى الأفارقة برضو اللي وصل لهم الإسلام، وأجزاء كبيرة من أفريقيا اللي وصل لهم العرب، يعني أخذوا منهم العمامة وبيجوا بيلبسوها. وزي ما قلنا يعني في منها ألوان وأشكال، ويمكن أشهرهم العمامة البيضة دي اللي اسمها الأحمدية، والعمامة الصفرة دي برضو اللي بيلبسوها جزء كبير من أهل الحجاز. ويمكن في الفترة الأخيرة كان حصل جدل ومناقشات وبعض الحوارات كده عن العمامة الصفراء دي، وهل هي أصلية خاصة بالحجاز ولا هي وارد من الهند ومن أماكن جنوب شرق آسيا. لكن أنا أحب أقول يعني إن هي العمامة دي أصلية، كان الحجازيين بيستوردوا بيجيبوها من سوريا، هناك بتتعمل من قماش اسمه الأغباني. الأغباني ده برضو جاي يعني وارد من تركيا، واهل سوريا برعوا في صناعة القماش الاغباني دوت، ومنه بتتصنع الغبانة الصفرة ديت او العمامة الصفرة اللي بيلبسوها اهل الحجاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.